عباس، ايوه انا عايزه اتكلم معاك في موضوع مهم. ايه دلوقتي؟ انا عايزه اتطلق. دي جنيتي؟ قول زي ما انت عايز، انا فكرت كتير قبل ما اكلمك ومصممه على اللي قلته. انا مش فاهم انت بتكلمي جد ولا بتهزري؟ بتكلم جد يا عباس. ليه؟ ايه السبب؟ ناقصك حاجة؟ عايزني الحب. انتي عارفة كويس ان انا بحبك. أرجوك يا عباس بلاش نتكلم في الموضوع ده. انتي ظاهرة اعصابك تعبانة. بكرة انا هاخدك للدكتور ونروح للمأذون. انتي فاكرة ان انا يعني هطوعك على حكاية الجنان بتاعك ده؟ طلاق ايه وكلام فارغ ايه؟ مدفوعي! وانا مجنون زيك عشان اهد البيت واهدمه؟ يعني ايه؟ هتعيش معايا غصب عني؟ الطلاق قال. انت ناسي مركزي؟ عايز الناس يقولوا ايه؟ انا ما يهمنيش الناس وما يهمنيش مركزك ولا انت. ايوه انت ما تهمنيش، مش عايز اعيش معاك، ما بحبكش، بحب واحد تاني. ايوه بحب واحد تاني. ايوه بحب واحد تاني، بحب واحد تاني. مين هو؟ مين هو؟ اتكلمي! انطقي! مين هو؟ مين هو؟ انطقي! مين هو؟ اتكلمي! مين هو؟ لا يا أبا قولي مين هو؟ لا انت طارق ولا مراتي، وقسما عظما لو خرجت من باب الشقه لا تريك لا هتهمني سمعتي ولا مركزي ولا شان الناس. واحد عاوز حضرتك. واحد؟ واحد مين؟ بيقول مندوب من شركة التأمين. قلقت عليكي. انت جينا خفت يكون جرالك حاجه، بقالي اسبوع ما شفتكيش. عملتي ايه؟ ما رضيش يطلقني وهددني بالقتل. يبقى خلاص نحطه قدام، هنحطه قدام الامر الواقع. يعني ايه؟ انت تهربي من البيت، تكتبي له جواب تقولي له فيه انا بحب فلان وعايز اعيش معاه وعنوانه اهو، ابعت لي ورقه طلاق. هيخاف من الشوشره والفضيحه، هيبعت لك ورقه طلاق على طول. ايوه بس ما احنا ما قدامناش حل غير كده، وهو كمان ما فيش قدامه حل غير كده. طيب بس امشي دلوقتي ارجوك. ردي عليا على طول.
خير يا فندم؟ حصل حاجه لسيادتك؟ مش عارفه، الظاهر ان العربيه جرزت وانا مش عارفه اعمل حاجه، ممكن تساعدني؟ مش ممكن يا فندم، ده العربيه غرزت خالص، مش ممكن، مستحيل. طب اعمل ايه دلوقتي؟ انا لازم اوصل عزبه سامي سليم. عزبه سامي سليم مش ممكن، ده انت قدامك اكتر من 10 كيلو. مش ممكن. على العموم انا مضطر ارجع تاني، اتفضلي حضرتك بقى اوصلك والصبح بعتي حد ياخد العربيه. مش ممكن، انا لازم اوصل دلوقتي. طب وهتعملي ايه يا فندم؟ معقول هتمشي اكتر من 10 كيلو في المطر لوحدك؟ مش ممكن. اتفضلي يا فندم معايا والصباح رباح. اتفضلي يا فندم. نعم. بس انا كتبت الجواب وسبته. نعم. ممكن بسرعه؟ حاضر. اتفضلي يا فندم. اتفضلي. اتفضلي كاس عشان تدفي. متشكرة ما بشربوش. ده كويس قوي، ده بيدفي. قلت لحضرتك متشكرة ما بشربوش. الله، هذا عجيب قوي، انت بتعملي كده ليه؟ بسرعة من فضلك. الله، مستعجلة على ايه؟ الليل لسه طويل. قدر انك لسه هدف عربيتك وانا لسه ما جتلكيش. لو سمحت من فضلك بسرعة. تعالي ايه ده؟ بس يا حلوة، ايه اللي بتعمله ده؟ انت جننت؟ الله، طب اتفضلي بقى انزلي مع السلامة. يلا يلا انزلي مع السلامة. انزلي عشان تشربي المطر لوحدك، مش عايز اشوف وشك، مع السلامة. نجل، المفاتيح، المفاتيح! أنا سبت البيت ورحت أعيش مع الإنسان اللي اخترته. أرجوك منعاً للفضيحة والشوشرة تطلقني وتبعت لي ورقة الطلاق على بيته. عايز بيت سامي سليم 12. Thank you.
الناس وما يهمنيش مركزك وانت ما بحبكش، بحب واحد تاني. ايوه بحب واحد تاني. Thank you.